أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعمل مع أي جهة أو شخص يختاره العراقيون، في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مضيفة على لسان المتحدثة باسمها هيذر نورت خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن لديها علاقات جيدة مع العراق. سنعمل مع أي شخص يقرر الشعب العراقي انتخابه للانضمام إلى الحكومة. تجمعنا علاقات طويلة وجيدة مع حكومة العراق، وسنبقى على علاقة جيدة بها. قلناها من قبل إجراء الانتخابات، إننا مع تشكيل حكومة ائتلافية، لكننا لن نستبق هذه العملية. سنعمل مع العراقيين وأي طرف ينتخبه الشعب ويقرر اختياره.